يعني ما تقولين انتم روحوا شوفوا نواكم، احنا نعرف ايش قاعد نسوي. لا مو نشوف نواكم، شوفوا الناس، شوفوا المواطن اللي هاليوم يتامل من النائب انه يروح يسوي جلسه وينتخب رئيس برلمان. انت اعلاميه، انا احترم السيد الحلبوسي واحترم السيد خميس واحترم الايطالي واحترم النواب واحترم كلهم، بس نحتاج جلسه، يعني جلسه ما تناشي توافقيه وتروحون تنتخبون اي واحد. انه نظامنا نظام توافقي، انت مدركه وانت متابعه للعمليه السياسيه وانت اعلاميه ناشطه وانت رئيسه مثل ما تفضلتي رئيسه منظمه، لذلك اليوم احنا نظامنا السياسي نظام توافقي، نظام التوافقي توا على اليمن، انا شلون اوزع؟ ما توافقوا نبقى لنهايه الدوره بدون رئيس. بس اسمحي لي انا كملت هسه. نعم. من اجينا هسه بعد ما صارت قرار المحكمه وخروج الرئيس الحلبوسي خلاص منعته؟ نعم. اجى الحلبوسي الى الكتل السنيه قال لهم انتم وحده تعطوني رئاسه المجلس، واحنا متفقين النقاط هي نفسها. وحده لا، اعطوني نقاطي. نعم. واخذوا رئاسه المجلس. اعطوني نقاطي. نعم. انا ما اتحدث باسم الحلبوسي. نعم. بس هذا الواقع اللي موجود. اعطوني نقاطي اللي خسرتها وروحوا، اعطوني وزير، تنازلوا عن وزير وانا اتنازل لكم عن رئاسه المجلس، الطرف الثاني رفض. هذا يضعف وجهه يعني